أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد من استاد مصر. هنروح مع حضراتكم في كافة الملاعب المصرية الموجودة معانا في دوري القسم الثاني ألف ودوري المحترفين كالمعتاد. النهارده خلينا نستعرض مع حضراتكم لقاءات الجولة السادسة من دوري القسم الثاني ألف أو المحترفين. هنبتديها بلقائنا اللي هيكون مع حضراتكم مع أحد قطبي الكرة المصرية أو أحد أشهر الأندية الجماهيرية المصرية المنصورة والداخلية، ولقاءنا الثاني هيكون في نفس التوقيت منتخب السويس مع بترول أسيوط، وأيضا ديروت مع المصرية للاتصالات وسبورتنج مع أسوان، ولقاءنا النهارده في الثامنة مثلا هيكون راية والقناة في الخميس عفوا. لقاءات الغد إن شاء الله في الجولة السادسة هيكون لقاء بروكسي وبقير الأسمدة وطنطا وكهرباء الإسماعيلية ولافينها مع السكة الحديد وادي دجلة مع الترسانة، المقاولون العرب مع البلدية. المنصورة في لقاء اليوم تصحيح مسار، هل يكون النهاردة لقاء مع الداخلية هو النتيجة الإيجابية الأولى للمنصورة؟ ده اللي هنشوفه، أم العكس الداخلية هيستطيع اقتناص نقاط اللقاء من المنصورة في هذا اللقاء؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم في لقاءنا النهاردة.